وعايزين نقدم بقى راجل يعني هنقول ايه بس الحبه السمراء الجميله اللي بينورنا في كل مكان وبيبذل مجهود شاق جدا لا يتحمله احد منا في توثيق وتصوير كل حفلاتنا. خليني في الاخر تقول كلمه يا ريس. في ناس كتار شعراء وادباء وحضرتك على راسنا برضه والله. خليني في الاخر. طيب دعونا نرحب بمعالي المستشار أين النجار ونسمع منه كلمة. فضل الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا جماعة احنا صنوف صداقة، المفروض إن احنا قاعدين بنتكلم. لكن كلنا قاعدين بنتكلم مع بعض مش منتجين. احنا عندنا مواقف كتير جدا. وجاي من سفر. وجاي عشان نسمعها. لكن لاحظت إن احنا قاعدين كل اثنين قاعدين بيتكلموا مع بعض، مش شاغلهم تعب الناس اللي جاية دي. الناس اللي جاية ده قد إيه؟ جاية من سفر عشان تبسطنا احنا. فالمفروض إن احنا نصدقهم. أقل واجب. أولا أنا مش أول مرة في الصالون الثقافي، أنا عضو في الصالون الثقافي للدولة العمرة المصرية، وطبعاً أنا بتبنى فكرة الأستاذ أولياء، فكرة الجيل الجديد، لازم نقعد جنبهم ولازم نساعدهم، وبشكر طبعاً برنامج الثقافة والإعلام والفن على ثقافتهم ليهم، ونتمنى إن احنا يبقى في صالونات قادمة أكتر وأكتر، وإحنا إن شاء الله بالراديو وقناة شوط الشعب إن شاء الله تعالى هنحاول نبذل كسر جهودنا إن احنا نظهر في المواقف بتاعتنا. وشكرا جزيلا لكم. شكرا للمعالي المستشار. حقيقي كلمة لها معنى ويجب ان نفعل بها جميعا. ننصح لبعض ونسمع لبعض عشان كلنا نستفيد من بعض.